ايه اللي اتغير في حازم بعد ما بقى اب؟ بعد ما بقى اب، لا هو طول عمره حنون كده وجميل كالعادة يعني، هو اخوه يعني، عشان بس ما انساش اخوه دايما، لان حازم هو اللي في الشهرة، واشرف كمان جميل طيار بقى كمان ما شاء الله، ربنا يخليهم، هما الاثنين احسن من بعض. لا والله زي ما هو حنون جدا، ما هو دايما ايه الطفل بيشرب من العيله من أكيد. البيت، فبابا كان كده حنون جدا، وحتى دايما كنت اقول له واضحك اقول له يعني مهم جدا نظهر للولاد حبنا لبعض، لانه ده بيدخل بيتشربوه هما بعد كده مع زوجاتهم يعملوا نفس الحاجه يعني، يبقى طبيعي يعني، عشان الواحد يتكسف بقى انه جوزه مثلا هيقول له يعني يطبطب عليها ولا حاجه او كده، فتبقى مشاعر طبيعيه. فبرضه هما مع بعض الحمد لله، حزومه حنين جدا مع بناته، ما بيقولش حاجه لا، واشرف نفس الكلام، مش لا خالص، ثلاث بنات بقى كل مش واحد، مش لا يا كابتن خالص، مش قادر، ضعيف البنات بقى هما الاثنين مشكله مع بابا، ضعاف. انا كنت اموت على بنت جالي ست حفيدات بقى الحمد لله. ما شاء الله.